معلش يا قش الرز، النهارده احنا 40 موقع موقع جاهزين، واللي معاش تليفون موقع او مكان موقع عندنا النقابه منتشره على مستوى قرى ونجوع المحافظه. المواقع معلها تليفوناتي، احنا بنطالب من معالي الوزير حاجتين، الحاجه الاولانيه زياده عدد المواقع، الحاجه الثانيه زياده عدد المكابس، لان فتره حصاد الارز فتره محدوده وهي في حدود 60 يوم. النهارده الفلاح ما بيطلعلوش من موسم الشتوي الصيف شيء، لان بيزرع قطن او رز. فالنهارده اهم حاجه عندي الفلاح اللي هو المحصول الشتوي، فهو النهارده عاوز يطلع شويه قش من الارض ويزرع عرضه شتوي. فاحنا بنقول للفلاحين لا، هات قشك حطه علو راس الارض، واحنا هنيجي ناخده في اي وقت بتمنه. فبنطالب النهارده الفلوس اللي هي 8 طن قش رز نديها للمكابس يا دكتور خالد، بنطالب 8 قش رز. بقى اما الفلاح بقعد يلف ماليش حد، عاوزين المكابس زيادته زي 8 طن رز يروح للمكابس او للجرارات اللي بتحول القش عشان الفتره الجايه توزع عليها، وبعدين يروح لمركز المنصوره. طب ليه مركز المنصوره ما راحش لها معدات؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، المعدات اللي بتنزل ديت الاجر الرمزي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو ما بتوصلش بالاجر الرمزي، لانها بيدافع لها حاجات تانية. حضرتك تعرف الامور الحاجات التانية دي، الحاجات التانية دخان للسائق مش عارف ايه، حاجات كده حضرتك تعرفها يعني الامور. يعني دكتور يا سيدي الصيف في بيتي ما بيجيش ميه كل يوم او كل ساعه، لان انا فندم هفتش على مين بقى؟ انا هفتش على مين؟ على اللي جوه. وانا مش هفتش اي كلام كده يا فندم، احنا بنراقب بالقمر الصناعي وبنعرف المركز اللي فيه، وعامل دوريات هتبقى من الشرطه ومن جهاز شؤون البيئه، وهينضم اليها من المحليات من يريد، وهندي حافز على اللي يمسك حرق. ايه رايك سيادتك في الايمان؟ انا حد يا فندم حافز على المخالفه ماشي حلو بس، ونشوف بقى هنشتغل مع بعض ازاي.